نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم منحت العضوية الشرفية للطفل المعجزة أحمد تامر ابن مركز أبو حماد بالشرقية. عنده 9 سنين وقدر أنه يحقق المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وكمان هو يعني حفظ القرآن الكريم وهو عنده 5 سنين بالتجويد، وشفناه هو بيقرأ القرآن الكريم أمام السيد الرئيس في حفل قادرون باختلاف. هو معنا على التليفون دلوقتي أحمد تامر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير. صباح الخير عليك يا أحمد. يعني أحمد أنت عامل حاجة كبيرة قوي، أنت عارف ده؟ نعم. أنت عامل حاجة كبيرة قوي ومهمة قوي، أنت عارف ده؟ إزيك يا أحمد؟ نعم. مبسوط؟ والله مبسوط وفرحان. طيب الحمد لله. أخبارك إيه يا أحمد؟ الحمد لله والله. طيب هو يعني إيه العضوية الشرفية يا أحمد؟ يعني أنت هتعمل إيه؟ يعني كان معانا وزير الأوقاف، كان حد الاوائل في المسابقه العالميه اللي هو روح اسكندريه وفتح اسكندريه، فكان دعمنا 3 ايام في اسكندريه، وكان كل يوم يعملوا مسابقه، فكان يوم الجمعه اداله رقم التليفون وتواصل معانا فضيله الشيخ، واني اصلا كنت لقيت الخبر نزل على اليوم السابع. تمام. طب احمد انت الرئيس وعدك بانك تقرا القران قدامه وحصل فعلا في حفل قادرون باختلاف، انا عايز اعرف بقى انت استعديت ازاي للحفله دي؟ كان فخامه الرئيس اتكلم في برنامج يحدث في مصر، وكان دعاني فأول احتفال أنني أقرأ أمامي، فالحمد لله رحت قرأت أمامي قبل يعني الحفلة، كان أكيد في بروفات، فالبروفات دي كانت بتخليني يعني كل يوم أحسن، يعني أحسن كنت أقرأها كتير من غير البروفات، كنت أنا يا بابا كنت أقرأها قدام بابا كتير، وهي الحمد لله قرأت أمام فخامة الرئيس. طيب احمد انت حفظت القران ازاي؟ مين اللي حفظك القران؟ اللي كان بحفظني بابا وماما وعمتي امير دي، لما بدات احفظ من 3 سنين. ما شاء الله. وهم يعني حفظت القران كامل معاهم، يعني ما طلعتش بره، ما رحتش لشيخ، ما رحتش كتاب، ما كانش فيه الكلام ده؟ يعني قبل ما خلصت القران رحت لعم الشيخ محمد علي سليمان، هو اللي كان بيعلمني الاحكام والتجويد. عظيم. طب احمد انا العصفوره قالت لي ان انت ما بتلعبش مع صحابك كتير وبتقعد على الموبايل ساعه واحده بس في اليوم عشان تقدر ان انت تقرا القران، وبتركز قوي في حاجه زي دي، فلو تنصح بقى الولاد اللي قدك في السن لو عايزين يحفظوا القران يعملوا ايه؟ يعني والله اولا بنصح والدهم ووالدتهم ان هم يهتموا بيهم ويعلموهم حفظهم في القران الكريم. ما شاء الله عليك، ربنا يحميك والله، ربنا يحميك. طيب الرئيس لما كلمك قال لك هو جميل الحفظ لكن مهم الفهم، هل بدأت تفهم وبدأت تستفسر عن تفسير الآيات؟ هل بدأت تفهم الموضوع ده ولا لسه حتى الآن يعني مستني شوية؟ لا أنا دلوقتي بدأت أفهم في المعاني. بدأت تفهم في المعاني؟ وأنت دلوقتي حافظ القرآن كامل بأحكام التجويد والتلاوة؟ ان شاء الله. انا دلوقتي بدات في القراءات، وبرضه كل يوم احفظ لي 3 صفحات او 4 صفحات اقراهم وافهمهم من المعاني. انت حافظ بقراءه واحده؟ انا معايا قراءات حفظ، بس دلوقتي بدات في القراءات. طيب ده عظيم جدا. طب احنا عايزين نسمع صوتك وانت بتقرا القران، ماشي. ايه رايك؟ ماشي، يلا اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ربنا يفتح عليك. الله يخليك. ما شاء الله نموذج والله الواحد يتمنى فعلا ما شاء الله ربنا يحفظه ويحميه، الواحد بيتمنى ان اولاده يكون زيه فعلا والله. ربنا يبارك لك من اهل القران وخاصته، وربنا يبارك كمان في اهل بيتك اللي ساعدوك على حفظ القران، الطفل احمد تامر. شكرا جزيلا ليك. يعني احمد جميل وصوته جميل، ونتمنى له مزيد من التوفيق يا رب ان شاء الله في اللي جاي.